تقرير أممي يدعو إلى تبريد كوكب الأرض عبر تقنية فضائية نتيجة للاحتباس الحراري. تخيل إذا ما قدرنا نتحكم بحرارة كوكبنا يلي بعدها عم تصعد، أو ثقب الأوزون اللي عم يتوسع، فشو رح يصير بوقتها؟ الأرض دائما عم تستقبل حرارة وطاقة من الشمس بشكل إشعاعات. طيب شو بيصير للأرض وقت هي الإشعاعات توصل للغلاف الجوي؟ 50% من هذه الإشعاعات رح تعبر الغلاف الجوي يتم امتصاصها عبر سطح الأرض، 30% رح تنعكس من خلال الغيوم سطح الأرض، و20% من هذه الإشعاعات رح يمتص من قبل الغازات اللي بالجو مثل الأكسجين والأوزون وبخار الماء. الأمم المتحدة عم تدرس فكرة برنامج فضائي جديد اسمه SRM أو Solar Radiation Management، اللي هو إدارة الإشعاعات الشمسية. بيحكي التقرير إنه الجهود الحالية المبذولة هي غير كافية لاحتواء ظاهرة تغيير المناخ، فشو رح يعملوا بالحالة هي؟ رح يستخدموا تقنيات لعكس أشعة الشمس من الفضاء وما توصل للأرض. والتقرير اللي تم إعداده من قبل برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بيقول إنه ظاهرة التغيير المناخي عم تتفاقم وفي تداعيات إلها. التقرير أيضا بينصر في تقنيات حرف أشعة الشمس اللي بيسعى لتبريد الأرض من خلال عكس جزء من أشعة الشمس في الفضاء. والتقرير على الوضع الحالي ما بينصحنا نستخدم هيك تقنيات ونحاول نكثف الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. طيب شو نوع الجهود الحالية يلي ممكن نعملها لإدارة الإشعاعات الشمسية؟ على مستوى سطح الأرض، طلاء الأسطح باللون الأبيض لعكس هذه الإشعاعات مثل الأسقف أو الطرق. أيضا تغطية أماكن الفارغة في الصحراء بغطاء انعكاسي، بس للأسف هي الطريقة رح تكلف تريليونات الدولارات. بس على مستوى الغلاف الجوي رح يتم حقن جزيئات عاكسة بداخل الغيوم لعكس إشعاعات الشمس في حال الجهود هي ما نجحت. في التقرير ايضا قال انه التقنيات الالواح العاكسه في الفضاء هي الخيار الوحيد اللي ممكن يبرد الارض خلال سنوات، بس لازم يستمر عمله بين العقود والقرون. وتكلم التقرير ايضا انه هيك مشروع بكلف عشرات المليارات بالسنه الواحده ليبرد حراره الارض بمقدار درجه واحده فقط. هلا بيعتقد العلماء انه تطوير هيك تكنولوجيا هو قريب نسبيا وممكن يصير واقع خلال 10 سنوات. رغم كل شيء الامم المتحده عم تقول انه لازم نحن نعمل بحوثات بمخاطر وايجابيات هيك تكنولوجيا، واضافت ايضا انه هيك تكنولوجيا هي ليست بديلا عن خفض الانبعاثات اللي لازم تبقى اولويه عالميه. بالمختصر حراره كوكب الارض عم تصعد، التحكم فيها عم يكون صعب. في عدة طرق موجودة حاليا بين ايدينا نقدر نتحكم فيها مثل دهن الاسطح باللون الابيض وتغطية الصحراء باغطية عاكسة او حقن الغيوم بجزيئات عاكسة. وفي حال ما مشي الحال فرح نضطر لاستخدام الواح عاكسة في الفضاء لعكس اشعة الشمس. مصادر الفيديو رح تلاقوها بالتعليقات اذا بدكم تطلعوا عليها، واذا بتحب الفضاء وحقائق الفضاء رح اترك لك سلسلة فيديوهات عن الفضاء لتشوفهم. مجد حبال كان معكم وللمرة الجاية.